السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مرور 3 أعوام على اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستمرار التحديات المعيقة لأي تحول سياسي كبير في البلاد. مضت 3 أعوام على إنجاز الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني الشامل، الحدث الأبرز الذي شاركت فيه جميع الأطياف السياسية اليمنية عبر ممثليها، وأنتجت مخرجات نهائية تعالج مشاكل الماضي وتبني أسسا جديدة لشكل الدولة في المستقبل. نقف أمام هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل ما زالت مخرجات الحوار الوطني صالحة للتنفيذ بعد كل ما حصل من جرائم؟ وهل سيفضي أي حل سياسي إذا ما تم إلى العودة لمخرجات الحوار مستقبلا؟ تحل الذكرى 3 لاختتام الحوار الوطني إذن، وما زالت الحرب التي أنتجها الانقلاب تحول بين ما أنجزته الوثيقة الختامية المجمع عليها وبين إمكانية العودة إلى مضامينها. وكرس عدوان ميليشيا الحوثي والمخلوع على كيان الدولة ومؤسساتها انقلابا آخر على إرادة الشارع اليمني وما أنجزه في وثيقة الحوار الوطني. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. 3 أعوام مضت على هذا المشهد الذي ارتسم في أذهان اليمنيين وملأها بالأمل. مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المرجعية الوطنية الأكثر شمولاً للسلام وللانتقال السياسي إلى مرحلة جديدة ودولة جديدة وعهد جديد. أمام إقرار هذه الوثيقة انتصبت العديد من العثرات، لكن الرئيس هادي امتلك عزماً نادراً على إخراجها لتصبح إحدى أهم المراجع المعتبرة للقرار الوطني بإجماع دولي واضح. الحرب التي تعصف باليمن اليوم جزء مهم منها كان لغرض طي صفحة الحوار ووثيقته ومترتباته. كل شيء سقط تقريبا، العاصمة والدولة والإجماع الوطني أمام عملية عسكرية خططت لها وأدارتها ومولتها أطراف داخلية وخارجية، وطويت مرحلة فبراير ولكن إلى حين. فالعدوان المسلح الذي شنه تحالف المخلوع صالح الحوثي خلط أوراقا خطيرة بعضها مس ثوابت حساسة على المستوى الإقليمي، فتحول هذا العدوان الميليشياوي إلى حرب تحرير وطنية بإسناد إقليمي ودولي هدفها إقامة كل ما سقط خلال 2 من دولة ومؤسسات وبناء وطني. وها هي الحرب تمضي قدما في تنفيذ أهدافها، وإن كان ذلك يتحقق ببطء شديد، لكنه في نظر المراقبين يقدم برهانا قويا على أن الأمم المتحدة فشلت تقريبا في إمضاء مخطط المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر في إنجاز تسوية بشروط الميليشيا، وفي تحييد القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل 7، أمر يؤكده النعي الصريح لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من جانب المتحدث باسم الميليشيا ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، وتأكيد هذا الأخير أن التواصل المباشر مع المجتمع الدولي ومع الدول المعنية هو أكثر نفعاً، وأنه وميليشياته مستمرون في هذا المسار لأن هذا المبعوث من وجهة نظره لم يعد حتى يقدم وظيفة حيادية. حرص الرئيس عبد الرب منصور هادي على تحريك ملف مخرجات الحوار في اللحظة التي تشهد فيها منطقة الساحل الغربي الاستراتيجية تطورات عسكرية مهمة على حساب الإنقلابيين، إشارة رئاسية وصفها المراقبون بأنها بمثابة البوصلة التي تؤكد أن ما يجري يجب أن يشير إلى هدف واحد فقط: اليمن الاتحادي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع وزير شؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من عدن السيد ياسر الرعيني. معالي الوزير مساء الخير. مرحبا، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. اهلا ومرحبا بك معالي الوزير. في البدايه مرحبا بك، 3 سنوات مرت على مشهد الحوار الوطني، كيف ترون مستقبل الوثيقه النهائيه للحوار الوطني؟ مخرجات الحوار الوطني هي مشروع وطني لكل ابناء اليمن، ساهم الجميع في صياغته واعداده. هي مشروع لكل النضالات الوطنية التي قدمت من أجل هذا الوطن 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر و11 والحراك السلمي في 2007 والثورة الشبابية الشعبية، وكذلك النضالات التي تقدم اليوم في سبيل الحفاظ على هذا المشروع الذي انقلب عليه الحوثي وصالح. وثيقة الحوار الوطني الشامل
هي نتاج لنقاشات تمت بين القوى والفعاليات السياسية وبين اليمنيين بشكل عام للخروج بهذه الوثيقة وبهذه المخرجات التي عالجت إشكالات الماضي ووضعت الحلول المناسبة لمعالجتها. نعم. ورسمت ملامح المستقبل القادم الذي ارتضاه كل اليمنيين. نعم. لكن السؤال الأهم معالي الوزير. نعم. نعم معالي الوزير. نعم. السؤال الأهم، مستقبل هذه الوثيقة بعد الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي والمخلوع. انقلاب الحوثي وصالحه كان انقلاب على العملية السياسية وعلى التوافق وعلى الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى النظام الجمهوري. المستقبل هذه الوثيقة هي مرجعيتنا، هي مرجعية كل اليمنيين، سواء في المفاوضات في ملف المشاورات للحل السلمي لتنفيذ القرار 2216 فيما يتعلق بإنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة والشرعية، أو فيما يتعلق باستكمال المسار السياسي وبناء الدولة الاتحادية الجميل في اليمن، أو نقول الإنجاز الذي حققه اليمنيون في وثيقة الحوار الوطني الشامل هو الإنجاز الفريد على مستوى المنطقة. أنه مهما حصل من صراع ومهما حصل من محاولات لإعاقة أو انقلاب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، إلا أن اليمنيون لديهم مرجع اتفقوا عليه. نعم. وهم حريصون على تنفيذه، وهذا واضح من خلال أيضا رسالة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة وكل قيادة الدولة بمختلف مؤسساتها، أن مشروع الجميع والمشروع الذي يناضل الناس اليوم من أجله هو من أجل هذا الحفاظ على هذا المشروع الوطني الذي يحقق الإرادة الوطنية، الإرادة الشعبية. نعم. والذي تتحقق فيه الشراكة بالسلطة والتوزيع العادل للثروة وتتحقق فيه العدالة والمواطنة. نعم معالي الوزير، لكن كما تعلم الرئيس المخلوع قال يعني دفننا الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني، وقال بحثوا لها عن حفرة ويعني ضعوها في هذه الحفرة. أيضا الميليشيا التي كانت ربما جزء يعني في الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني تكفلت بحقوق كبيرة واستحقاقات كبيرة لميليشيا الحوثي في مستقبل الدولة، لكنها انقلبت على هذه المخرجات التي كانت هي ربما يعني وصولها إلى صنعاء ومشاركتها في الحوار هو بفضل هذا الحوار الذي ضم جميع فصائل المجتمع اليمني. بعد انقلابهم هل ستكون المخرجات يعني تتعامل بنفس الأحقية التي فرضت لميليشيا الحوثي في أيام الحوار الوطني، أم ربما تتغير بعد الانقلاب الذي قادوا على البلد؟ المخرجات الحوار الوطني هي أقرت لأبناء الشعب اليمني، وحتى فيما يتعلق بصعدة أقرت لأبناء صعدة وليس لميليشيات الحوثي ولا 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 صالح. هؤلاء انقلبوا على الدولة وعلى النظام الجمهوري. يعني عبد الله صالح حاول من قبل أن يورث هذه الدولة أن يجعل هذه الدولة وهذا الوطن وريثة لعائلته، لكن الشعب وقف له بالمرصاد. ثم حاول مع الحوثيين إعاقة استكمال مؤتمر الحوار الوطني فلم يستطع، ثم حاول في الانقلاب أن يعيق تنفيذ هذه المخرجات فكان الشعب له بالمرصاد. اليوم لا يمكن إلا أن يتم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ما يتعلق بهذه هم انقلبوا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لأنهم رأوا أن مصالحهم لم تعد موجودة، مصالح الفساد والظلم لم تعد موجودة، ولذلك انقلبوا عليها. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أتت وأنصفت الشعب، أنصفت المواطن، أنصفت الناس الذين أقصوا طوال الفترة الماضية وهمشوا، وهؤلاء انقلبوا عليها لأنها أتت تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني. نعم. ثم في المقابل إذا ما لدينا صحيح العودة إلى المسار السياسي ما بعد إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية وسيطرتها على كافة التراب الوطني، من المؤكد سنعود لاستثمار المسار السياسي. والمسار السياسي نتيجة للانقلاب الفترات الزمنية التي كانت محددة له لم تعد هي، نحتاج إلى إعادة ترتيب فيما يتعلق بالفترات الزمنية وبقية الاستحقاقات. هذا المعني به وأي قضايا من هذا القبيل المعني به هنالك مؤسسات أقرها مؤتمر الحوار الوطني، وهي الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي تتشكل من كافة المكونات والفعاليات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الرئيس. نعم. عبد الرب منصور هادي، ولذلك هي المعنية بهذا الأمر. وكما ذكرت لك لأنهم رأوا أن فسادهم واستبدادهم واستئثارهم بالسلطة، مخرجات الحوار الوطني أتت
ونزعت منهم هذا الأمر انقلبوا على هذه المخرجات وعلى التوافق العملية السياسية والشرعية. نعم، إذا ربما بعد أن تنتهي هذه الحرب وإن شاء الله في المستقبل انتصرت الشرعية وعادت الدولة، سيكون هناك ربما فقط إشراف لتنفيذ ما اتفق عليه اليمنيون، لا يمكن يعني إدخال أو تغيير أي بند من هذه البنود التي خرجت بها الوثيقة. كما ذكرت لك، نحن جميعا معنيون بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. مخرجات الحوار الوطني أس ما يعني جل ما تتحدث عنه هو شكل الدولة ومسألة الحقوق والحريات، المواطنة المتساوية، العدالة الانتقالية، إعادة ترتيب مؤسسات الدولة. نعم، ولكن معالي الوزير اسمح لي، معالي الوزير، الحرب أنتجت، الانقلاب والحرب أنتجت واقع جديد، وكما تعلم غير الواقع الذي كان ربما أيام الحوار الوطني. كيف ستتعامل إذن في المستقبل؟ هل ستظل الوثيقة هي الأساس ولا يمكن أن تبدل أو تستبدل فيها وفي مضامينها؟ يعني هو أصلاً هو يعني كان ممكن أن يكون السؤال بمعنى آخر، إنه ما هي، هل هنالك قضايا في وثيقة الحوار الوطني لم تعد قابلة للتنفيذ اليوم؟ هذا هو السؤال. أنا يعني هذا ممكن أن يكون السؤال. كما ذكرت لك، لا يوجد في مثل في قضايا مؤتمر الحوار الوطني والوثيقة وثيقة مؤتمر الحوار الوطني أي قضية من القضايا الوطنية التي هي اليوم حتى موجودة على الساحة إلا وتجد لها حلول في وثيقة الحوار الوطني الشامل في مخرجات الحوار. عندما تحدثت لك وقلت لك إنه لدينا مسألة وثيقة من أكبر القضايا التي وصل إليها وثيقة الحوار الوطني ما يتعلق بشكل الدولة والشراكة في السلطة، لا يمكن أن نسمح بأن لجماعة أو لفئة تحمل السلاح في وجه الدولة أن تكون شريكا في السلطة وهي ما زالت تحمل السلاح وهي تسيطر على بقعة من الأرض. ولذلك سينتهي هذا الانقلاب وسينفذ الجميع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والذي يمارس الجرائم والانتهاكات لابد أن يحاكموا، لكن لابد أن ينتهي هذا الانقلاب وكل الآثار التي ترتبت على هذا الانقلاب ليعود استئناف العملية السياسية. ولذلك عندما نتحدث عن مخرجات الحوار الوطني ما يتعلق بشكل الدولة، الدولة الاتحادية لا يوجد فيها ما يتغير الآن حتى بسبب الانقلاب. ما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات، ما يتعلق مسألة الحكم الرشيد، ما يتعلق مسألة التنمية والاقتصاد، ما يتعلق مسألة الهيئات المستقلة، ما يتعلق بمبادئ إعادة بناء الجيش والأمن، كلها مبادئ عامة وطنية. نعم، اتفق عليها الجميع تؤسس لدولة حقيقية. ولذلك كما ذكرت لك كان الانقلاب لإعادتها. نحن اليوم نعمل وكل الوطنيين والشرفاء لإنهاء هذا الانقلاب من أجل عودة لتنفيذ هذه المخرجات التي توافق عليها الجميع. نعم، وزير شؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني معالي الوزير ياسر الرعيني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عدن. وينضم إلينا الآن من محافظة الضالع همدان الحقب، عضو مؤتمر الحوار الوطني. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور والعافية. أستاذ همدان، برأيك أنت كيف تقرأ انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على مخرجات الحوار الوطني والوثيقة النهائية التي ربما عكف عليها اليمنيون لأكثر من عام؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين الكرام. مساء النور. ودعني أتحدث أولا أن وثيقة الحوار الوطني كانت ثمرة ناضجة لمشوار طويل من كفاح اليمنيين ونضالاتهم وتضحياتهم. فالذي مهد للثورة الشعبية هذه التي يعني جاءت لتعيد كل شيء، خرج عن نصابه إلى إطاره السليم، كانت في الأساس نتيجة لثورتي سبتمبر وأكتوبر التي خلقت الجمهور في شمال الوطن وفي جنوبه. نعم. والتي استعادته بعد أن كان مقصيا ليس فقط سياسيا وإنما هوية أيضا. ومهد هذا الحدثان التاريخيان للوحدة اليمنية، وأستطاع اليمنيون أن يتوحدوا بغض النظر عن ما رافق هذه الوحدة من اختلالات، إلا أنه منجز أيضا تاريخي آخر تحدد. ولولا هذا المنجز لما استطاع اليمنيون ان يقوموا بثوره شعبيه اندلعت من اقصى اليمن الى اقصاه. نعم. ومن ثم كانت وثيقه الحوار الوطني هي يعني الثمره النهائيه او التجسيد الامثل لكل هذه النضالات. نعم. وفي تقديري نعم انها حاله من الارتداد على هذا الخيار الذي انتهجه اليمنيون، وهو رسم ملامح مستقبلهم عبر الحوار. نعم. وعبر التوافق.
نعم. وأن يخرجوا من دائرة احتكار السلطة عبر تصفية الخصم. نعم. والوصول إليها عبر الاحتراب. نعم. طيب أستاذ همدان. يعني نعم أستاذ همدان، بعد الأحداث الأخيرة والانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي والمخلوع على اليمن وعلى وثيقة الحوار الوطني، هل باعتقادك بأن إمكانية العودة للمسار مخرجات الحوار الوطني في المستقبل ممكن؟ أنا في تقديري أن مخرجات الحوار الوطني ستظل هي الرافعة والمحددة لمستقبل الدولة التي خرج اليمن من أجلها، والتي لا يزالون يناضلون من أجلها ويقدموا التضحيات حتى يومنا هذا. نعم. ولكن علينا أيضا أن نتحدث عن خطوة هامة، وهي أن تستعيد الشرعية أولا البلد، وأن تسقط هذا الانقلاب الذي جاء ينسف خيارات وأحلام اليمنيين. وهنا عندما تكون الشرعية قادرة على أن تعيد نفوذها على كل البلد، يمكن أن نتحدث عن مخرجات الحوار الوطني، وأنها لا تزال يعني تمثل حلا وخيارا ومصيرا لليمنيين. فأنا أعتقد أن هذه هي ميزة المشهد اليمني، أن اليمنيين قد توافقوا أساسا على هذه المخرجات، ولم يعد هناك التباس يعني، ولم يعد هناك أيضا تخوفات من كيفية سيكون هذا المستقبل. الحوار الوطني الناس توافقوا على وسط، وقدموا في إطاره التنازلات، سواء أولئك الذين كانت لديهم مطالب أو أولئك الذين كانت لديهم تحفظات، وساد جو إيجابي، واستطاع اليمنيون أن يحلوا الكثير من القضايا والإشكالات على عددها يعني، واستطاعوا أن يتعاملوا وأن يتعاطوا هذه القضايا بإيجابية واحترافية ومسؤولية. لكن الحوار الوطني كان دائما ما يتم التأثير عليه من خارجه، لدى بعض القوى التي بنت خياراتها خارج الحوار الوطني، والتي كانت تعد لنسف كل هذه الجهود عبر الحرب التي شنتها على اليمن، بغيت أن لا يستطيع اليمنيون أن يبنوا المرحلة الانتقالية، ومن ثم الانتقال إلى الشرعية الدستورية عبر ما توافقوا عليه في مخرجات الحوار الوطني. نعم. فأنا أعتقد أن مخرجات الحوار الوطني لا تزال تمثل مستقبل هذا البلد، والخط المعلوم الذي ستمشي الثورة من خلالها أو في إطاره. نعم. طيب أستاذ همدان، تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث من الرياض عضو مؤتمر الحوار الوطني عن مكون الحراك الجنوبي الأستاذ محمد السعيدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد السعدي، أهلا بك معنا في زوايا الحدث. أستاذ محمد، اليوم في ذكرى الوثيقة التي أنجزها مؤتمر الحوار الوطني، باعتقادك هل هذه الوثيقة ستكون هي فعلا الضامن لكل الحقوق لكل القضايا مستقبلا في اليمن، أم أنتجت الحرب والانقلاب واقع آخر؟ بالنسبة لوثيقة الحوار الوطني، في أجزاء من الوثيقة هي الأجزاء المتعلقة بالقوانين والمفردات الدستور المتعلقة بمبادئ العدالة، القوانين المتعلقة بالأفراد، هذه ممكن أن تكون وثيقة الحوار الوطني، ممكن استخدام هذه المواد. لكن هناك قضايا وملفات أخرى كملف القضية الجنوبية، أعتقد أن الحرب يعني أدت إلى وجود واقع جديد، هذا الواقع لابد من إعادة دراسته بالكامل. لا أعتقد أن وثيقة القضية الجنوبية ستناسب المرحلة القادمة، تحتاج إعادة دراسة حولها، تحسين فيها، اللقاء مع الحراك الجنوبي من جديد. هناك واقع على الأرض متغير، وهناك قوى لم تشارك بالحوار الوطني من الحراك الجنوبي لكنها شاركت في معركة التحرير ومواجهة جماعة الحوثي وميليشيا صالح، أصبح لها صوت، أصبح لها مكانة، أصبح لها وجود. نعم. بالتالي أعتقد أن المرحلة القادمة تحتاج أيضا إلى نوع من الحوار السياسي، خصوصا في الملفات الحساسة. نعم. أما هناك ملفات أخرى أستاذ محمد، أهم النقاط والمضامين التي ترى من وجهة نظرك أنه لا بد إعادتها فيما يخص القضية الجنوبية، قد تختلف عما تم إنجازه في مؤتمر الحوار الوطني من أهداف خاصة بالقضية الجنوبية. أولا أعتقد أن عدد الأقاليم يجب إعادة النظر بالنسبة للواقع الجنوبي اليوم. لابد اللقاء مع قيادة الحراك الجنوبي بجميع فصائلها، خصوصا لأنها أصبحت الآن موجودة بقوة على الأرض، يعني أصبحت
قوة حقيقية هي قوة التي تحمي الشرعية اليوم في مناطق في عدن ومحيطها وفي حضرموت وكذا. وبالتالي قضية أن يكون هناك إقليمين في الجنوب أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر. وبالتالي إذا توصلوا إلى اتفاق أن يكون هناك إقليمين لا بأس، لكن إذا كان هناك رؤية لقوى الحراك الجنوبي والشارع الجنوبي في إقليم واحد بالنسبة للجنوب ربما هذا الجزئية أستاذ محمد، نعم ربما هذا الجزئية بدأ موقف إقليم حضرموت ويعني بكل المحافظات التي تضم هذا الإقليم يعني يقبلون بأن تكون إقليمين وأن هذا الإقليم لا يمكن أن يكون ضمن إطار إقليم واحد مع بقية المحافظات الجنوبية، وبدأ واضحا الآن ربما حتى على مستوى تواجد الدولة الآن في حضرموت وفي شبوة وسقطرة والمهرة وغيرها. اختلف معك، لو عدنا قليلا إلى المشهد السابق ورأينا قوات النخبة وهي تدخل إلى المكلا كانت ترفع علام اليمن الجنوبي سابقا. نعم. كذلك لا أحد يستطيع أن يجزم حجم الموافق على هذا الأمر أم المعترض عليه. أنا لا نريد أن ندخل في جولة صراع. نعم على الأقل إلى هذا الوقت لم نسمع هناك مثلا قيادات على الأقل في إقليم حضرموت تتحدث بهذه الجزئية التي تحدثت عليها. ربما الحديث الأكبر والبارز الآن هو أن تكون حضرموت إقليم منفصل، أليس كذلك؟ لا يوجد هذا يروجه الإعلام، الواقع أمر آخر. أنا أتحدث عن الواقع، لا نريد أن ندخل في خلافات مستقبلا. نعم. يعني الواقع آخر، حضرموت حتى الآن لم تعلن على أنها تكون إقليم لوحدها، كذلك عدن لم يعلن على أنها تكون إقليم لوحدها، فقط هناك بعض في السلطة من يتحدث عن ذلك، لكن أتحدث أنا عن واقع الشارع، أتحدث عن القوى الموجودة على الأرض. القوى الآن تقول لك ليس وقت النقاش الآن، هذا لدينا معركة يجب أن نحسمها ضد ميليشيا الحوثي وميليشيا صالح. بعد انتهاء المعركة سيبرز هذا الملف. أنا أتحدث أن المرحلة القادمة يجب أن نكون دقيقين فيها، خصوصا أننا نريد أن ننهي جولات الصراع الموجودة ودورات الصراع التي تحدث. لا نريد أن نقطع، نقول فلان، نقول منطقة تريد أن تكون هكذا والمنطقة الثانية تريد أن تكون هكذا. نعم. لا أنا أستطيع أن أقول هذا الكلام ولا أنت ولا أي شخص. الشارع الذي يحدد، الشارع أراد أقليمين يكون أقليمين، الشارع أريد أن يكون أقليم واحد، لا يوجد هناك مشكلة في هذا الأمر. نعم. لكن نعم. مجزم من الآن قبل انتهاء المعركة هذا أعتقد أنه قد يسبب خلل بالنسبة للشرعية، لأن الشارع يريد أن يتحرك في فضاء مفتوح فيما بعده يكون هناك حوار سياسي واسع للوصول إلى ضمانات حقيقية للجميع وإلى دولة تستطيع أن تضمن العدالة والمواطنة للشعب كامل. نعم. طيب أستاذ محمد ابقى معي، أنا أعود إلى الأستاذ همدان الحقب. أستاذ همدان، إذن كما يقول الأستاذ محمد لا بد من مراجعة يعني مخرجات الحوار الوطني مستقبلا والعودة إلى الشارع الجنوبي لأن هناك واقع سياسي جديد أنتجته الحرب، ما رأيك؟ أنا أعتقد أن هذا حديث سابق لأوانه، ونحن هنا يعني نتحدث عن وثيقة الحوار الوطني بعمومية يعني، وهذا متروك للأيام وما يعني سيراه السياسيون. نعم. ولكن يعني دعني أتحدث إن أهم ما يعني أنجزته الوثيقة أيضا هي أنها جاءت تجسيدا للهدف الذي حددته الثورة الشعبية. نعم. وهي أنها كسرت احتكار الجغرافيا للسلطة، احتكار الجغرافيا للسلطة، الجغرافيا معينة كانت يعني تعرف نفسها سلطة وبالفعل تحتكر السلطة والآخرون مكسيون ومهمشين. في إطار هذا الموضوع بالإمكان أن نتعاطى يعني من أكثر من زاوية. نعم. موضوع هذه الأقاليم، نعم موضوع هذه الأقاليم وما يمكن. نعم. أن يستجد. نعم. طيب أستاذ همدان، نعم أستاذ همدان معذرة على المقاطعة لضيق الوقت، فقط سؤال أخير، ألا ترى بأن الواقع الآن الذي أنتجه الانقلاب يشبه إلى حد كبير نفس الواقع الذي قام به الرئيس المخلوع في 94 بالانقلاب على وثيقة العهد والاتفاق؟ نعم، هو الأمر يعني متشابه إلى حد كبير، وهي يعني كما شرعت حديثي
أنها يعني حالة من محاولات اليمنيين لأن يرسموا مستقبلهم من خلال السلم، هذا المتغير الإيجابي في الحياة السياسية اليمنية، وهي حالة من الارتداد عليها وحالة للعودة بالبناء إلى يعني نقطة الصفر وإلى خيار الزند والاقتتال، لأن هذه القوى لا تجيد استثمار مخرجات الحوارات السياسية لصالح الشعب، وإنما هي تجيد وتراهن على أن تستثمر مخرجات وخيارات الحرب لصالح احتكارها للسلطة على حساب اليمنيين، بمعنى أن القاعدة التي ينطلقون منها هي قاعدة أنهم يريدون أن يبنوا دولة البعض على حساب الكل، بينما خيارات اليمنيين هي أن تبنى دولة لكل اليمنيين، وأعتقد أن الأمر متشابه إلى حد كبير. نعم، أشكرك جزيل الشكر عضو مؤتمر الحوار الوطني عن مكون شباب الثورة همدان الحقب، وعودة أخيرة إلى الدكتور الأستاذ محمد السعدي عضو مؤتمر الحوار عن مكون الحراك الجنوبي. أستاذ محمد، عودة أخيرة فقط بسؤال أخير فيما يخص الحوار الوطني، وثيقة الحوار الوطني الذي أنجزها اليمنيون، باعتقادك الخروج عن هذه الوثيقة هل سيخدم مستقبل اليمن أم ربما سيفتح مشاكل أخرى قد لا يعني أو قد يؤثر في أي مستقبل عملية سياسية لليمن في المستقبل؟ بالنسبة لوثيقة الحوار، وثيقة الحوار هي ليست قرآن، ولكن وثيقة الحوار لها ملفات أو فصول متعلقة بحقوق الإنسان، متعلقة باستقلالية الهيئات، بمبادئ الحكم الرشيد، هذه عامة في أي دولة ستقبلها، لكن هناك ملفات العدالة الانتقالية، القضية الجنوبية، قضية صعدة الذي هي موجودة ضمن وثيقة الحوار، هناك متغيرات حدثت بشكل كبير بعد الحرب، كيف سنتعامل مع ملف صعدة وفقا لوثيقة الحوار الذي تحدثت عن وجود حقيقي للحوثيين، كيف سنتعامل مع قضية العدالة الانتقالية التي يعني تعاملت مع الحصانة مثلا، كيف سنتعامل مع ملف القضية الجنوبية بعد كل الدمار الذي حدث في الجنوب، وبعد أن فقد الجنوبيين الثقة من أي حوار وأي وثيقة، كما يقول لك وثيقة الحوار تشبه وثيقة حوار العهد والاتفاق، وثيقة العهد والاتفاق التي سقطت، وهناك قوى سياسية اليوم جنوبية تقول أن وثيقة الحوار الوطني مثلها مثل وثيقة العهد والاتفاق، ثلاثها حرب، وأعتقد ويعتبرونها أنها أيضا سقطت. نعم. وبالتالي أنا أرى أن المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب بإذن الله بنصف الشرعية لابد من بدء حوار سياسي حقيقي في ثلاث ملفات مهمة متعلقة بملف القضية الجنوبية وملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكيف التعامل بعد ذلك مع المتضررين في صعدة من خلال الحروب السابقة كلها. أشكرك جزيل الشكر عضو مؤتمر الحوار الوطني عن مكون الحراك الجنوبي الأستاذ محمد السعدي، كنت معنا من الرياض. الشكر أيضا لمعالي وزير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، والشكر أيضا لممثل شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني همدان الحقب، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.